50 كيلو يا باشمهندس باسم، 150 كيلو عشان اجي اخد محرات عشان الرجاله بتوعنا مش عارفه تعمل محاريه. وايه تاني؟ واقسمت بالله ما بكذب عليك. عايزين كلمتين شرق قوي. والله والله ما بغير. اخذت المحرات. عايزين كلمتين ما حدش يفهمهم الا الشرق قوي. اقول له يا محمود. اقول له يا محمود الناس مش عارفه. اقول له الشرق مش عارفه تعمل محرات ولا جنيه دجاج. انت جاي ناخد محرات يا ولاد. ايوه حلوه دي. حلوه دي. انت الدخله دي. انت عايز واحد يدور على مصالحه. هو عايز الخلاصه. والله لعل حد هتعمل لي مشكله. ليه؟ يقول لك انت راح تفضحنا هناك. لا مش فاضح انا ولا حاجه. انت المحرات معاك اهون وانت كده دلوقتي. تسلم ايدك اولا قبل اي حاجه خالص والله. حبيبي يا حاج. واني بدور عليك بقالي فتره على النت وجيت هنا واخد حاجه فعلا حاجه حلوه بجد مش كلام مش مقصره يعني. بس هي عايزه بابور رمالي شده. اه لسه عايز اقول بس هي عايزه فيت فيت زي ده. اه والله. فيت زي ايه؟ لا والله فيت عايزه فيت بابور. فين الفيت؟ فين فيت اهو؟ اه فيت اهو. والله ما هي نفعه خالص. اكرم ناس مين؟ الشراوي طبعا. الشراوي دول اللي عزموا الارض. يا باشا اكرم ناس فعلا الشراوي. اقرب بص 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 اطيب ناس. احنا ناخد منكم كلام فعلا. اطيب ناس. عارف احنا لو قعدنا 25 سنه كنت قلت تعالى اما نغديهم. انت عارف انت لو حدانا الناس تقطع هدومك عليك. كده بقى ايه؟ انا عايز اجيب حق الرجاله بتوعنا. ايوه انا فضحت الرجاله بتوعنا واحنا مش عارفين نعملهم محرات. اعمل ايه ملك؟ عايز اطلع منهم عشان يقولوا احنا عملنا برضه لنا شكل هناك. الشرقاويه دول اطيب ناس. والله اطيب ناس فعلا. لا واكرم ناس يا اخي. المهم انت رايك في المعامله بتاع الناس دي؟ والله حاجه حلوه خالص. والله الباشمهندس عليهم واحد بيروح يسوي فلوس. اه الباشمهندس بيقدروا. باسم من اعلى معاملات والله في صنعة. يعني المحرات عجبك؟ خد لفة جميل. خد لفة. ها؟ خد لفة جميل. طب حد يحب يتحول على الشباب يعني؟ لا انت دلوقتي خلصت وفي حمر شد. اطلع بقى كده شوف انت هتطلع ازاي. ايه كده؟ اه. اه ما هنا بس. بس. المحرات تقيل في ايدك؟ جميل. حلو. اه. اشتغلت المحرات قبل كده؟ اه. شغلت؟ اشتغلت محرات. الوزن ده؟ ايوه وزن ايه؟ ما بيجي محرات مش هنبقى. ها؟ المحارات دي ملهاش لازمة. ملهاش لازمة. لا ملهاش لازمة بجد. بس هو ده. طب انا لو عايز اعمل وصلت. بص بص لو انا عايز اعمل ما كنت عملت حدانة من دوكم عاديين. ايه المشكلة يعني؟ اه. لو كنت اعمله عادي. المشكلة بس هي دي النقطة اللي انا عايز اوصل لها. ليه؟ الناس بتستغل سعر. يا عم شغل. هو انت لما اتكلمت معايا انا اتكلمت معاك في حاجة؟ لا انت ما كانش في السعر لان انت كنت مقتنع بالحاجة اللي انت هتشوفها. بص انا دورت على النت وقعدت فترة اصلا عشان اوصل لك. ما انا ما كنتش هجي لك. اه. بس الرجالة حدانة مش عرفوا يعملوه. ايوه. فطبعا انا قلت اجي ايه هنا بقى قلت لازم اوصل للاساس اجي عند المصمم اعمل ايه ما مش للاساس وصلت للدكتور اه وصلت والله قطعت كشف الحمد لله قطعت كام يوم الحمد لله كتير خبطت حبه حلوين والله يجي خمس قعدت كام يوم عشان تستلم خمس ايام ولا سته يعني انت قطعت كشف وجيت على طول استلمت اهو اه والله مبسوط الحمد لله الدنيا حلوه نعمه انت عارف انا مبسوط من ايه بقى بكم النهارده حبيبي والله انا مبسوط بمجيبكم احنا مبسوطين ان احنا شفناك حبيبي يا غالي ما احنا لو احنا مش شفناك مش كنا هنقول للناس دي باي باي بقى وما تنساش تعمل لايك وشير يا باشا ده احنا هنروج عليه واشترك في القناه لا يا باشا على طول حبيبي على طول ده انت مش هتلاقينا انا معلق ومنظم الحلقه على طول كلهم بتدور عليك والله السلام عليكم على حاجات جديده سلام